المتحدث العسكري يعلن مقتل 6 تكفيريين واستشهاد 4 من الجيش ضمن عملية حق الشهيد. والآلاف يشاركون في تشييع جثمان الشهيد رامي حسنين قائد كتيبة الصاعقة بالبحيرة. والداخلية تعلن عن ضبط 5 متهمين في تفجير جسر السويس. والقوات المسلحة تشارك أجهزة الدولة في رفع الأثار الناجمة عن السيول وتقديم الدعم للمتضررين، والهلال الأحمر يتدخل لإغاثة أهالي قرية حاجر أبو ليلى بسوهاج. ورئيس الوزراء في البرلمان غدا، وتشكيل لجنة برلمانية لزيارة المحافظات المتضررة من السيول. مساء الخير، مرحبا بحضراتكم معانا يوم جديد من الحياة. اليوم هنتابع مع حضراتكم تداعيات طبعا السيول اللي ضربت عدد من المحافظات، حالة الطوارئ اللي أعلنتها الدولة، اللي بتقوم به الحكومة، اللي هيقوم به البرلمان، القوات المسلحة اللي أعلنت مساندتها لكافة أجهزة الدولة للسيطرة على الأوضاع في المحافظات، وطبعا التعامل مع البنية الأساسية وتعويض المضارين. كمان هنشوف الوضع الأمني وإيه اللي بيحصل في شمال سيناء والعمليات اللي بتتم في إطار طبعا الصقر لشهدائنا، عملية حق الشهيد. كمان النهاردة الحقيقة عندنا فقرتين، الفقرة الأولى ليها علاقة بالبنية الأساسية، بالأمطار، بالسيول اللي دايما خلينا أقول بتفضح تهالك هذه البنية، ونحن محتاجين الملايين أو المليارات لإعادتها لنصابها الصحيح. النهاردة هيكون معانا وزير الري والموارد المائية، هنفتح معاه الملف ده ونشوف كمان أعمال التطوير وإيه الشغل اللي بيحصل والمشروعات اللي بتقوم بيها الوزارة. امبارح كنا ولازم ما نستغرقش قوي في مشاكلنا الداخلية ونبص على الأوضاع حوالينا في دول مجاورة لينا، أشقائنا، سواء كنا بنتكلم امبارح وبنشوف إيه اللي بيحصل في السودان والحوار الوطني ونتائجه وتأثير ده على المشهد الداخلي في السودان، والخوف من انتفاضة شعبية زي ما حذر الصادق المهدي معانا امبارح، طبعا رئيس الوزراء الأسبق في السودان وأحد أهم القيادات التاريخية هناك. النهاردة بقى هنبص على لبنان. لبنان المشهد فيها طبعا، لبنان بيعاني بقاله سنوات مسألة الوصول لتوافق، ده دايما بيكون كلمة السر لاستقرار الأوضاع هناك. لبنان بيعاني بقاله سنتين ومش وموضوع معاناة دي، لأن البعض كمان بيقول احنا مش عايزين رئيس. يعني ايه مش عايزين رئيس؟ يعني ايه يكون في فراغ رئاسي في لبنان أكتر من سنتين، أكتر من 26 جلسة بلا نصاب كامل لانتخاب الرئيس، الحكومة يعني صلاحياتها والمجلس التشريعي أو المجلس النيابي في لبنان، بكرة هيكون في جلسة هامة لحسم هذا الوضع، هل لبنان يعني هينتقل للأفضل ولا لا، في إطار طبعا تأثره بأوضاع إقليمية والأوضاع الموجودة في المنطقة اللي بيحصل في سوريا. المشهد معقد بشكل كبير، هنحاول نفهم إيه اللي بيحصل في لبنان وتداعيات المشهد اللبناني وأفاق الحل بإذن الله، وده اللي نتمنى بالتأكيد. نبتدي احنا بقى باخبارنا الداخليه ونشوف اللي بيحصل. اولا النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع المهندس طارق ابيل وزير التجاره والصناعه، ووجه بتوفير قروض لاصحاب المنشات الصغيره والمتوسطه بفايده تبلغ 5%، ومش بس كده، تسهيلات للسداد توصل لعشر سنين، ده في اطار مبادره الرئيس لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه. وزير التجارة والصناعة وضح أن المجمعات هتتيح حوالي 500 منشأة صناعية، دول هيكونوا جاهزين للتشغيل، هيخدموا الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهيوفروا كل التسهيلات علشان يبتدوا النشاط الخاص بهم من خلال تيسير إجراءات الترخيص وتوفير المرافق مع إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع يلائم جميع الاحتياجات الصناعية. ده غير كمان التركيز على التفاعل والتكامل ما بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة.
الوضع في سيناء. العميد محمد سمير المتحدث العسكري قال النهاردة أن القوات المسلحة مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية بتواصل جهودها في استكمال العملية الشاملة حق الشهيد في محيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في العريش في رفح والشيخ زويد. بيان النهاردة اتقال فيه أن أعمال قوات إنفاذ القانون كان نتيجتها مقتل 6 تكفيريين والقبض على عدد من المطلوبين جنائيا والمشتبه في تورطهم في العمليات الإجرامية، وتم تسليمهم بالفعل الأجهزة الأمنية المختصة لفحص موقفهم الأمني. وأضاف كمان في البيان أنه تم تدمير مخزن كان فيه براميل مواد متفجرة وعدد كبير من العبوات الناسفة المجهزة في منطقة جريعة، وتم تفجير 12 عبوة ناسفة وتدمير عربية دفع رباعي مسلحة برشاش نص بوصة وتدمير عربية ربع نقل وثلاث درجات نارية بدون لوحات معدنية خاصة بهذه العناصر. تم تدمير كمان ثلاث عشش خاصة بالعناصر التكفيرية اتلاحق فيها كمية كبيرة من قطع غيار الدرجات النارية وكمية من الحديد الخردة اللي بيتم استخدامه في تجهيز العبوات الناسفة. تم ضبط كمان بندقيتين آليتين وقذائف RPG وعدد من القنابل اليدوية والخزائن الخاصة بهذه البنادق. كمان عندنا النهاردة المتحدث العسكري قال أن أعمال القتال أسفرت عن استشهاد 4 من المقاتلين أبطال قواتنا المسلحة. أما الداخلية في بيان ليها النهاردة قالت أنه أثناء مرور قوة أمنية في دايرة اسم تاني العريش النهاردة الفجر كان في إرهابي تم استهدافه، كان راكب سيارة مفخخة بالقرب من مسار القوة، ده أدى لإصابة 3 من رجال الشرطة وثلاث مواطنين تصادف أنهم كانوا بيمروا في محل الوقعة اتصابوا بإصابات طفيفة. حدثت تلفيات بواحدة من المدرعات وسيارة شرطة. في الوقت نفسه عندنا النهاردة الآلاف من المواطنين في مركز إيتاي البارود التابع لمحافظة البحيرة شيعوا في جنازة عسكرية جثمان الشهيد العقيد رامي محمد حسنين اللي استشهد امبارح زي ما تابعنا، قائد الكتيبة 103 صعقة في شمال سيناء، استشهد في انفجار عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية أثناء مرور سيارة مدرعة كان بيستقل لها الله يرحمه بطلنا وكان معاه 4 من المجندين. نتيجة ده كان استشهاده واستشهاد مجند آخر وإصابة 3 آخرين. في جنازة شعبية وعسكرية مهيبة ودع أهالي وأبناء مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة الشهيد العقيد رامي حسنين قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي استشهد أمس في سيناء نتيجة انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارته. ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ويلحقنا به إن شاء الله. يعني عايز أقول لك يعني كل المواطنين الموجودين من 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 إيتاي البارود ومن البحيرة كلها يقدمون واجب العزاء لأهله. نتمنى إن شاء الله ما يحصلش أي وما يحصلش أي فقيد من قواتنا المسلحة مرة أخرى. عاش راجل ومات راجل وماتش جبال الحمد لله. حالة من الحزن امتزجت بإطلاق الزغاريد فرحة باستشهاد رامي ابن 40 ربيعا، لكن تظل سيرته العطرة راسخة في أذهان أهله وجيرانه. يكفيه فخرا ويكفيه الشهادة عند الله ويكفيه شهادة زملائه، إذا كان اللي من عشره واللي هو في وسطه واللي هو كان في محيطهم وعايش في وسطهم بيشكروه. طيب يمكن هم في وقت ما كبروا دخل حربية بتاع ما بقاش ملكي، كان ملك الجيش ملك زمايله ملك بلده. الشهيد رامي حسنين أحدث شهداء رجال القوات المسلحة، تخرج من الكلية الحربية سلاح الصاعقة دفعة 1990 وكان الأول على دفعته وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، ويعتبر أحد أهم قادة القوات المسلحة التي تقوم بعمليات تطهير واسعة في شمال سيناء ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة لدحر الإرهاب دفاعا عن الأرض والعرض ليحيا كل مصري ومصرية في أمن وأمان. محمد رياض الحليوم.
طيب عايزه اقول لحضراتكم واحنا بنتكلم دلوقتي، عايزه الشهيد بطلنا يعني هننقل لحضراتكم صوره منها على الهواء، لكن الصور اللي احنا شايفينها دلوقتي ابلغ رساله لهذه العناصر الارهاب اللي بيحاول ان هو يقتل ويصيب الروح المعنويه للمواطن المصري، المواطن اللي اثبت برد فعله بعد كل حدث، بعد كل مصاب، بعد فقدان شهدائنا، انه قوته وروحه المعنويه ابلغ رد. جنازه نقدر نقول عليها شعبيه بامتياز، طبعا هي جنازه عسكريه لكن هي المواطنين وتواجدهم بالالاف كانت دي العنوان. مشهد مهيب الحقيقه، يعني حرص الجميع على المشاركه. دايما بعد كل مصاب من النوعيه دي واحنا بنتابع مشاهد الجنازات وبنسمع الهتافات بيكون الغضب هو المسيطر والحزن هو سيد الموقف، لكن ما يمنعش ابدا زي ما سمعنا حتى في التقرير العبارات والجمل اللي قالها الأسرة أو الأقارب أو الحاضرين هذه الجنازة والمشاركين فيها، إنه عاش بطل ومات بطل، وإن ده يعني أقل حاجة نقدر نقدمها لبلدنا. أنا معايا من هناك زميلنا محمد رياض من إيتاي البارود، يعني موجود وحاضر العزاء وينقل لنا طبعا تفاصيل اليوم النهاردة وانطباعه والجنازة واللقطات اللي احنا شايفينها والعزاء دلوقتي على الهواء. وأنا عارفة برضه يا محمد إن شاء الله هيكون معاك لقاءات مع أقارب أو أسرة الشهيد. اتفضل يا محمد. مساء الخير عليك لبنى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في مشهد جنائزي وعسكري مهيب شيع اليوم لبنى الآلاف من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة جثمان الشهيد المقاتل رامي حسنين الذي جاء اليوم وتم صلاة الظهر عليه وسط مشهد مهيب، حيث حضر عدد كبير من أبناء المركز والقرى المحيطة لتوديع جثمان الشهيد الذي قتل بالأمس. هناك عدد كبير من الأهالي وعدد كبير من السيدات الذين طلعوا في هذه الجنازة. كان مشهد غريب ممزوج بزغريد السيدات وأيضا عدد كبير من الأهالي الذين جاءوا لتوديع هذا البطل الشهيد الذي استشهد بالأمس. كان هناك أيضا السيدات الذين خرجنا من أجل توديع هذا البطل، كانوا يقولون أن أولادهم الموجودين في القوات المسلحة هم فداء مصر وفداء سيناء، وأنهم استودعوا أبنائهم عند الله فداء لهذا الوطن. الشهيد رامي حسنين ذو 40 ربيعا له ابنتان لبنى، الابنة الكبرى 4 أعوام وحضر عيد ميلادها قبل يومين من استشهاده الشهيد رامي حسنين، وأيضا له ابنة عندها 4 شهور فقط. هناك كثيرون يقولون أن الله هو من يتولى أبنائهم. هناك أيضا عدد كبير من الأهالي الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء، كانوا يذكرون لنا سيرة هذا البطل الشهيد الذي كان متواضعا وأيضا كان يخدم أبناء قريته بكل طوائفهم، ويقولون أيضا أنه مات بطلا حيث أنه كان يحارب الإرهاب في سيناء. حاولنا أن نأخذ بعض اللقاءات مع والده وأيضا مع شقيقه، ولكنه نظرا لهذه الظروف وتقديم واجب العزاء كان من الصعب أن نأخذ هذه اللقاءات معهم، ولكن سوف نتواصل معهم وسوف نوافيك لبنى بآخر الأخبار. ونحن الآن نشهد عدد كبير وعدد ضخم من المواطنين الذين جاءوا لأخذ واجب العزاء في هذا الشهيد البطل الشهيد رامي حسنين. إليك لبنى، تفضلي. طبعا الظروف وعزائنا لأسرة البطل الشهيد العقيد رامي حسنين، وربنا يصبرهم يا رب. يعني المصاب جلل بالتأكيد، لكن إن شاء الله شهيد عند ربنا، وبإذن الله يا رب ينصر الشعب المصري وينصر بلدنا في حربها على الإرهاب. شكرا جزيلا يا محمد. طيب في نفس السياق اللي بنتكلم فيه، الداخلية أعلنت أن أجهزة الأمن قدرت في أقل من 48 ساعة أنها تضبط المتهمين بتفجير عبوة ناسفة في شارع جسر السويس يوم الجمعة اللي فاتت، واللي كان نتيجة ده وفاة أحد المواطنين وإصابة آخر. قطاع الأمن الوطني كان قام بتتبع ورصد المشابه فيهم في موقع الحادث، وتم تحديد العناصر دي أثناء ما كانوا بيخططوا أن هم ينفذوا عملية إرهابية تانية كان الهدف منها واحدة من الارتكازات الأمنية على الطريق الدائري في المنطقة الحدودية ما بين الخصوص والمرج باستخدام عبوات ناسفة.
الداخلية طلعت بيان قالت فيه أنه تم التعامل مع المعلومات دي وتم استهداف المتهمين بعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وتم ضبط 5 منهم كان على رأسهم القيادي إسلام محمد عبدين اللي سبق اتهامه في واحدة من قضايا الإرهاب واتحبس على ذمة القضية دي لفترة في 2015. باقي المتهمين اعترفوا بقناعتهم أو اعتناقهم الأفكار الإرهابية التكفيرية وقيامهم بالإعداد والتخطيط وتنفيذ حادث استهدف أحد الأقوال الأمنية في شارع جسر السويس بالقاهرة، وإن هم زي ما بقول لحضراتكم كانوا ناويين يعملوا أعمال تانية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة. بتفتيش الوكر اللي كان موجود في البؤرة دي في منطقة الخصوص في القليوبية تم العثور على عبوتين ناسفتين، دول اللي كانوا معدين يعني للاستخدام في العمليات اللي أشرنا ليها. ملف تاني طبعا واخد برضو اهتمامنا في اليومين اللي فاتوا، موضوع استعداد الدولة أو الحكومة لأي أحداث طارئة لسوء الأحوال الجوية اللي تابعناها خلال اليومين اللي فاتوا للأمطار والسيول اللي غرقت وكان نتيجتها طبعا إصابة ووفاة عدد كبير من المواطنين. الناس أنت بالشكوى والناس بتتكلم على ضرورة الإسراع بتعويضهم والتعامل معاهم بالشكل آدمي. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وجهتك أو كلف أن يكون في 50 مليون جنيه كتعويض للمضارين و 50 مليون جنيه تانيين لتطوير البنية التحتية. النهاردة برضو الرئيس وبناء على قراره الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أصدر أوامره بتقديم الدعم اللازم لرفع الأثار الناجمة عن السيول وتقديم الرعاية الكاملة للمتضررين في مدينة راس غارب لدعم أجهزة الدولة والتغلب على الأثار اللي حصلت نتيجة لسوء الأحوال الجوية، بالإضافة لدفع الدفع بمجموعة من المعدات الهندسية الثقيلة وطلمبات كسح المية للتعامل مع المنازل والطرق اللي اتضررت في سوهاج. القوات المسلحة طلعت بيان قالت فيه أنه تم دفع مجموعات من المعدات الهندسية لفتح الطرق وإزالة الأنقاض في منطقة راس غارب ومدن البحر الأحمر، وتم توزيع 100,000 كرتونة من المواد الغذائية للمتضررين و30,000 عبوة تعيين وفتح عدد من خطوط إنتاج العيش والدفع بقوافل طبية لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة لدعم أجهزة الدولة للتغلب على الآثار الناجمة من موجة الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها العديد من المحافظات، أعطى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره خلال لقائه بعناصر الدعم من هيئة الإمداد والتموين والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المكلفة بتقديم المعاونة اللازمة لرفع الآثار الناجمة عن السيول وتقديم الرعاية الكاملة للمتضررين من آثار السيول. احنا عندنا طابور عمل ثابت أصدر رئيس الجمهورية بينص على ان القوات المسلحة يجب ان فورا ان تجابه ما يحدث من كوارث في داخل جمهورية مصر العربية في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، وبناء عليه في نفس اليوم اللي حصل فيه السيول ديت تم التنسيق مع السادة المحافظين محافظ سوهاج محافظ البحر الأحمر، دفعنا فورا بعض المعدات الخاصة بمهندسين عسكريين عشان خاطر تبتدي تنفذ فورا وتقدم العون السريع في كلتا المحافظتين، ثم امبارح تم التنسيق ايضا مع محافظ البحر الاحمر ومحافظ سوهاج بخصوص باقي المعدات المطلوبه عشان نستكمل الاجراءات عشان نقضي تماما على الاثار اللي حصلت نتيجه السيول اللي حصلت دي. اتمنى ان شاء الله رب العالمين انه الشكل اللي احنا اتحركنا بيه يوصل بالسلامه ان شاء الله الى المحافظتين دول، وعايز الاداء بتاعنا يبقى اروع ما يمكن لانه لن نستطيع ابدا نتاخر عن شعب مصر حينما يحتاج القوات المسلحه. احنا جيش مصر هو جيش شعب مصر، فارجو الابطال ان شاء الله انه ندير الاعمال بشكل جيد جدا وان شاء الله خلال وقت بسيط نقدم كل ما يلزم عشان نتغلب على الاثار الناتجه لما حدث في الغردقه وراس غارب وسوهاج ان شاء الله. جهزنا 20 لودر و30 عربه قلاب و10 جريدر، بالاضافه معانا 10 طرمبات
كسح ميه عشان تكسح او تشفط يعني الميه اللي موجوده في الشوارع واللي متراكمه على الطرق واللي حوالين البيوت او اللي دخلت حتى البيوت تنزعها و يعني تنزلها في مكان بعيد عن منطقه عن المنطقه السكنيه او الطريق تمهيدا لاستعاده كفاءه الطرق والمنازل ان شاء الله. طيب احنا معانا دلوقتي على تليفون سياده اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظه سوهاج اسيوط. اسفه برحب بحضرتك معانا يا سياده اللواء. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. يعني سياده اللواء نفهم بس الوضع عند حضرتك ايه النهارده وعملتوا ايه؟ احنا يمكن الحمد لله احنا كنا اقل ضرر من محافظات المجاوره. احنا لما تعرض لمرحله السيول احنا كانت امطار غزيره مفاجئه كثيفة ولمدة ساعة أو ساعة ونص. كان تلاتة طبعا يعني كانت يعني قدر المية اللي قال نزلت تقريبا مما يعادل مليون لمليون ونص متر مكعب. حضرتك تعلم إن أسيوط مش محافظة ساحلية غير مجهزة لاستقبال الأمطار ونادرة الأمطار. سابقة الأمطار لم تحدث في أسيوط منذ عام 1994. منذ السيل بتاع دونكا. إنما الحمد لله والشكر يمكن في خلال احنا يعني طبعا اول ما خدنا هذا الخبر الساعه 4:10 كان اول بلاغ موجود فيه تم التوقيع على الفور بعزل الاناره العامه كلها بالكامل عشان لو تعرضنا لمحرك صواعق او خلافه. تعزلت الاناره العامه ابتدينا التعامل او بدء التعافي من مجرد هبوط او توقف هطول الامطار. بعديها بالكامل انا الحمد لله كان عندي مدن الشمال كلها بالكامل الوصيه ومنفلوط وديروت لم تتعرض لاي امطار. يمكن البنوك كان فيها امطار خفيفه ومتقطعه انما كان كل الكثافه كانت في ثلاث مراكز اسيوط والفتح وابنوب. اللي تم التعامل مع الحدث في صراع كافه المعدات الموجوده في المدن المجاوره وبكافه استنفار كل القوات اللي كانت موجوده. كنا بالفعل مستعدين قبل كده بتطهير كل مخرات السيول اللي موجوده عندنا. صدور الاعاقه اللي موجوده في مناطق عرب العطيات وفي عرب المحملات وعرب الاوامر. ايوه. وزاره الري دي الحمد لله عملت اعاقه كامله لاي تاكيد من الجبل انما الحمد لله وجدنا ان فيها كل كثافه الامطار اللي فيها او التواجد اللي متواجد فيها اقل بكثير من ما كان متوقع. دي كان فضل ونعمه من ربنا. طبعا على الفور كنا بالكامل اتاكدنا ان انا يعني في نفس اليوم اتاكدت ان دي بقت كل المخابز اللي كانت موجوده يمكن تاثرت الحاله المروريه في كثير من المنافذ وكثير من الشوارع زي ما قلت لحضرتك اللي كثرت وزاره الامطار على الساعه 10 اعتقد كانت كل محاور المحافظه كانت مفتوحه. الجمعه والسبت والحد لحد النهارده والتعافي من بعد الازمه ويمكن جميع القطاعات كانت مستنفره. شركه المويه في عندي جهاز محترم في المحافظه وجهاز الانقاذ السريع في عربيه كسح مميز بمعاونة كل المعدات الموجودة في المراكز زي ما قلت لحضرتك. طب على ذكر شركة المية المليون متر مكعب حضرتك أشرت ليهم يعني في حالة أسيوط خير يعني هل في خطة للاستفادة من المية دي ولا عملتوا فيها إيه؟ طبعا المية اللي نزلت أنت عارف حضرتك الرقعة الزراعية عندنا في أسيوط قد تكون محدودة هتصدق المساحة ما بين جبل الشرق والجبل الغربي. طيب طبعا الري طبيعي أكيد لكل الأراضي الزراعية بتاعتنا. الري كان قايم بدور محترم في تصريف الى تقطيع المصارف الجانبيه على كده الدرع حماد والدرع الجانبيه الشرقيه. لتخفيف الارتفاع بتاع الميه وصدت كلها بالكامل على كده الدرع حماد والدرع الحماد. فلم تظهر عندي امطار او مياه امطار او خلافه. النهارده الحمد لله كان بصوره كبيره يمكن الراجل كنت بتعرف مع الغرام. هو الصوت بيقطع شويه يا سياده اللواء لكن معلش بشكل عام كده في جمله اخيره يعني الوضع دلوقتي الحياه الطبيعيه رجعت في اسيوط عادي الحمد لله الدنيا بقت كويسه. بطمن حضرتك وبطمن المشاهدين كلهم بالكامل يمكن صوتي انا هو اللي بيقطع بس معلش 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 الاجهزه والتليفون تحت امر حضرتك. لا ربنا يخلي حضرتك. طيب اللي اتضرروا والتعويضات انتهيتوا من القوائم وحصرهم وعملتوا الاسماء وبعتوها ولا لسه؟ أنا عندي ثلاثة مصابين وثلاثة وفيات لناس كانوا معظمهم صارخ كهربي هنتلقى من الحالة إذا كان داخل المنزل أو بسبب السواق اللي ممكن فيهم حالة داخل المنزل. إنما طبعا كله بالكامل محصور والأمر الاجتماعي بياخد إجراءات كاملة. طيب. نتابع إن شاء الله مع حضرتك. شكرا جزيلا سيادة اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط. معايا كمان على التليفون أستاذ كمال الشريف وكيل وزارة التضامن. برحب بحضرتك معانا يا فندم أهلا وسهلا. يعني عايزين نسال بس عن التعويضات وصرفها واللي يعني يستحقوا هذه التعويضات هل وصلت لكم قوائم من كل المحافظات ولا لسه؟ لا
لا لسه اولا احنا حصرنا ولسه القوائم ما وصلتش. اولا القوائم مش هتوصل لنا، احنا بنصرف التعويضات طبقا للقانون، ولكن احنا حصرنا السنه. يعني ايه قوائم مش هتوصل لنا يا استاذ كمال؟ مش لا في كل مديريه بتصرف. يعني القوائم مش مركزيه. كل احنا عندنا صندوق اسمه صندوق الاغاثه، الصندوق ده فيه موجود في كل مديريه واحنا بنتعامل بالفلوس. طيب والمديريات صرفت ولا لسه؟ حضرتك حصلوا في سواك 650 دي هيبداوا الصرف من بكره. في سواك 650 ايوه 650، وفي الغردقه 203 203 بيت في راس غارب، سوري 203 في راس غارب لوحدها لوحدها. ودول الصرف بكره على فكره في تبرعات كتيره جدا، يعني هتغطي كل الاحتياجات بتاعتهم في ترميم منازل او بناء منازل ليهم. يعني عندهم ادات تبرعات، والاستاذ المحافظ مشكل لجنه هندسيه عشان تقدر وتشرف وتستلم. ده بالهيئه الهندسيه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والتبرعات والكلام ده، ووزاره التضامن يعني اتشال عنها. لا ما اتشالش، احنا عندنا هندعم، ده جزء من التبرعات، بس احنا كمان هندعم بالفلوس اللي عندنا كمان. الرئيس قال 50 مليون جنيه. ما هو 50,000 في 50 مليون للبنيه التحتيه، وفي 50 مليون للتعويضات. كل ده هيتصرف. احنا طلعنا مبدئيا 10,000 مساعده للوفاه و2000 المصاب. هنشوف بقى ال 50 مليون بالنسبه للتعويضات هتكفي كام. حددتوها ازاي؟ يعني هتتوزع ازاي؟ المصاب قد ايه؟ اسره المتوفى قد ايه؟ على حسب مساله بناء بيوت. ما هو السيد الرئيس لما بيصدر بيجي لنا قرار مجلس الوزراء في التوزيع كلها، فاحنا بنصرف طبقا للتوزيع. طب القرار ده جالكم التوزيعه دي جت ولا لسه؟ لسه يا فندم. امال حضرتك بتقول لي ليه يعني في سوهاج في اتصرف فلوس؟ يعني بقول لك من الصندوق اللي عندنا، انا ما قلتش من الفلوس. يعني الصرف دلوقتي من التضامن لغايه لما تيجي التوزيع بتاعت ال 50 مليون جنيه. الله، عشان بتيجي على بتقوم متحوله على كل محافظه بتاعت التضامن بقى اللي هي 5000 جنيه و1000 جنيه والكلام ده يا فندم، صح؟ لا 10,000 10,000 للمتوفى و2000 للمصاب و5000 للمبنى. بس احنا هنضاعف المبلغ يبقى 10,000 للمبنى. وحضرتك غير الفلوس اللي جايه من السيد الرئيس. تمام، شكرا جزيلا استاذ كمال الشريف، شكرا لحضرتك يا فندم وكيل وزاره التضامن، شكرا ليك. عندنا ولسه كان زي استاذ كمال بيتكلم اكتر المناطق اللي اتضررت بشكل كبير، عندنا البحر الاحمر وتحديدا راس غارب، والناس يعني اشتكت، ويعني ويمكن احنا معانا تقرير كمان هنتابع من خلاله الوضع في راس غارب، الوضع النهارده والاوضاع خلال اليومين اللي فاتوا، وازاي الناس يعني بتحاول انها تتعايش مع الوضع المؤسف والمزري بعد اللي حصل. طب احنا معانا تقرير وبعد كده نشوف برضو وزارة الري عملت ايه والحكومة بشكل عام ازاي بتتعامل في الملف ده. لحظات يأس وحزن وغضب سيطرت على أهالي مدينة رأس غارب في البحر الأحمر بعدما فقدوا الغالي والنفيس، وجردتهم مياه السيول الجارفة كل شيء سوى ملابسهم المبللة. مشاهد تتكرر سنويا ولا يوجد حل نهائي لهذه الكارثة الإنسانية التي خلفت حتى الآن 11 حالة وفاة وأحد عشر مفقودا وخسائر مادية بالغة. دمار كامل كامل كامل، وبعدين مفيش أي استعدادات من ناحية مجلس المدينة أو المحافظة أو أي حاجة. مفيش حلول من 100 سنة عندنا، ومن 100 سنة مفيش حلول، والدنيا في النازل. السيول مساعة من 100 سنة معروفة، ليه ما عملوش بخارات سيول؟ لا عملوا مخارات سيول ولا تحويل مي جرسيل. أضرار بالغة عانى منها أهالي مدينة رأس غارب جراء السيول التي دمرت المدينة وغمرت البيوت ودمرت بعضها تماما وجرفت السيارات، بل وطالت الأضرار استاد غارب الرياضي حيث أفسدت السيول منشآت النادي والتي تم تجهيزها منذ فترات قريبة لم تتجاوز الأشهر بعشرة ملايين جنيه، إضافة إلى تضرر المحل التجاري والورش التي طالب أصحابها الحكومة بتعويضهم عن خسائرهم بعدما انقطع مصدر رزقهم بسبب السيول. احنا بلدنا أغنى بلد في مصر تما، البترول عندنا، بل بالعكس بيجيبولنا دكاترة، أزبل دكاترة بتيجي عندنا، ولا في دكاتره ولا في خدمات، الناس بتموت هنا وعشان تروح انت تتعالج ولا حابب تروح بلد تاني، واحنا اغنى بلد وعندنا شركات المفروض يبقى فيه شركات. احنا مش عايزين ناكل ولا نشرب، احنا عايزين مكان نستتر فيه، مكان نقعد فيه، اقسم بجلاله الله قاعدين في الشارع. وفقا لبيانات رسميه من ديوان عام محافظه البحر الاحمر، فان القوات المسلحه ستقوم بارسال 20,000 كرتونه مواد غذائيه لاهالي راس غارب، وستدفع بمخبزين اليين لتقديم الخبز لاهالي المدينه، كما ستقوم وزارة التموين بتشغيل 9 مخابز في غارب، بالإضافة إلى المخابز الميدانية التي ستقوم القوات المسلحة بتشغيلها
لتوفير احتياجات المدينة من الخبز وتوفير السلع بالجمعيات الاستهلاكية. في رأس غارب الهلال الأحمر المصري قام بإجراءات إغاثية عاجلة في المناطق اللي اتضررت من السيول، والفريق الوطني للاستجابة للكوارث وفريق التدخل أثناء الطوارئ فرع سوهاج توجهوا لقرية حاجر أبو ليلة في مركز ثقلتة في محافظة سوهاج، وقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي للأسر المدارة، بالإضافة لتقديم عدد كبير من البطاطين والمواد الغذائية لحوالي 250 أسرة للتخفيف عنهم ومساندتهم طبعا في الكارثة دي. النهاردة برضو كان في لقاء مهم الحقيقة، جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اللي موجود معانا كمان على الهواء دلوقتي، نشوف ايه اللي حصل في الاجتماع ده ودور وزارة الري والمشروعات اللي يعني مسألة برضو السدود ومخرات السيول، هل كانت موجودة بالشكل الكافي، هل الوزارة استعدت للموقف ده ولا لا. سيادة الوزير مساء الخير، برحب بحضرتك معانا. مساء الخير. اهلا وسهلا بك يا فندم. سياده الوزير، اول حاجه يعني الاجتماع ايه اللي دار فيه وايه اللي حضرتك قدمته للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طبعا في الحقيقه قبل ما اتكلم عن الاجتماع بحب يعني اعزي اسر الضحايا، اهلنا في راس غارب وفي اي منطقه في مصر تاثروا بتلك السيول، فخالص تعزينا ليهم. ثاني حاجة أحب أحيي زملائي الجنود المجهولين في وزارة الموارد المائية والري اللي شغالين في كل حتة في سوهاج وكل أنحاء مصر، اللي هم ليل نهار قاعدين على الأجهزة سواء متابعة الفيضان أو على الترع أو على المصارف أو على تطهير المخرات السيول أو على عمل منشآت الحماية. في الحقيقه النهارده كان اللقاء مع الرئيس. سياده الوزير معلش انا عايزه افهم برضو الصوره اللي احنا بنقلها على الهواء دلوقتي، هل دي من غرفه طوارئ، غرفه عمليات داخل الوزاره؟ الفريق والشباب اللي موجودين في خلفيه الصوره دلوقتي وشاشات الكمبيوتر، ايه اللي بيحصل؟ هو في الحقيقه دوت مركز التنبؤ بالفيضان في الوزاره، ده بيستقبل صوره قمر صناعي كل ربع ساعه. صوره قمر الصناعي دي بنتابع حركه السحب، بنحسب منها كميات المطر اللي ممكن تسقط سواء على حوض نهر النيل او على مصر. الصور ديت بتتحول لجريان سطحي، بنشوف كميه الميه اللي ممكن توصل في اي مكان سواء من نقطه الميه من حوض النيل او داخل مصر. دي مجموعة من النماذج الرياضية المعقدة الرقمية اللي هي بتحسب أماكن اللي هي بتاعة سقوط الأمطار أو الأماكن اللي ممكن يحصل فيها سيول. طبعا ديت تنبؤات ممكن بيشوبها بعض الانحراف البسيط، زي ما حصل مثلا احنا تنبأنا بالسيول على البحر الأحمر وعلى كل مصر، تنبأنا بيها قبليها بثلاث ايام، بس قبل كده قبلها بخمس ايام احنا عملنا تحذير ان في احتمالات ان يبقى في سيول في البحر الاحمر وفي شمال سيناء وفي جنوب سيناء وفي الوادي الجديد. دي كانت اعلى وفي الصعيد اللي هيتابع طبعاً. كلام حضرتك يقول يعني المعلومه كانت موجوده والتنبؤ كان موجود، غير طبعا هيئه الارصاد، يعني كنتوا عارفين عملتوا ايه يعني؟ اكيد الكلام ده الرئيس سال حضرتك عنه. بالظبط. فاحنا يعني برضه ممكن لو تسمحي لي احكي احنا عملنا ايه من شهر 3 اللي فات لحد النهارده، وايه المشروعات اللي عملتها الدوله علشان يعني الوقايه من مخاطر السيول. احنا من شهر 3 اتعمل مراجعات لكل الاعمال المنشآت اللي موجوده، اتعمل سيناريوهات للازمه في كل محافظات مصر بحضور الساده المحافظين، وكثير من المحافظين اشادوا بالتجربه ديت. طبعا اشترك فيها كل جهات الدولة المعنية، سواء الوزارات المعنية، أنا أقصد الإسكان، الطرق، التنمية المحلية، الزراعة، كل المحافظين، كل الناس اشتركت، وزارة الدفاع، الدفاع المدني، كل دولت، واتعملت غرفة إدارة سيول، سواء غرفة افتراضية فيها كل الناس على مدار الساعة، أي بيانات بتحصل بتتبعت على الغرفة ديت، بحيث إن هو يحصل تحديث للبيانات عند كل الناس وكل الناس يبقى عندها نفس المعلومة. طيب لما نتكلم على السيول، الموجة اللي حصلت طلع تحذير بيها قبلها بثلاث أيام، وكان قبل الموجة بيوم طلعنا كميات المية
المتوقع سقوطها، كانت زي ما قلت لحضرتك اللي هي الكميات العالية كانت على البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والصحراء الغربية في الوادي الجديد. فطلعنا تحذير بالكميات ديت وصل لكل الجهات. هي برضو المعلومة اللي هي المفروض تبقى الناس عارفاها، السيول ديت كمية مطرة عالية جدا بتحصل في فترة قليلة، يعني السيول اللي حصلت يوم الخميس الماضي حصلت في فترة 6 ساعات. الست ساعات دولة نزل فيهم على البحر الأحمر حوالي 120 مليون متر مكعب في 6 ساعات. لما نتخيل استهلاك مصر كله اليومي الآن حوالي 120 مليون متر مكعب، فنتخيل حجم التأثير. طبعا لو الدولة ما عملتش منشآت في خلال السنتين اللي فاتت كانت المشكلة هتبقى كبيرة. يعني مثلا في البحر الأحمر أكبر من كده في الصعيد اللي تأثر. طبعا طبعا احنا عندنا خطة من سنتين اتعمل كمية منشآت سواء سدود صغيرة او سدود متوسطة او منشآت حجز تبلو عددها حوالي 160 منشأ. 160 منشأ دولت اتكلفوا حوالي 2 مليار جنيه، بتشمل بقى كل انحاء مصر، في مرسى مطروح، في الدلتا، في جنوب سيناء، في شمال سيناء، في البحر الاحمر. يعني في مدن احنا البحر الاحمر اللي تأثرت راس غارب هي يعني الحظ ان هي كانت في الخطه اللي هي هنعملها السنه الجايه. دي اول مره تحصل في راس غارب في خلال 100 سنه كميه السيول ديت. هي في خطه احنا بننفذ كل سنه جزء، خلصنا في السنتين الماضيتين جزء، وفي الثلاث سنين الجايين تكمله الخطه ديت هنصرف حوالي 2.5 مليار. بس مش كانت راس غارب هي الاولى بان المشاريع يكون فيها يكون ليها الاولويه؟ يعني تصريح لحضرتك انا قريته النهارده، يعني قلت ان طبيعه الارض في راس غارب يعني طبيعه ليها علاقه بتاثرها بالسيول بشكل كبير، وان في تجمعات سكنيه موجوده في مجرى السيول تحديدا في المنطقه دي. يعني لازم تكون عينينا على المنطقه والاهالي ما دام احنا عارفين وفاهمين طبيعه المنطقه. هو طبعا كلام حضرتك صحيح، بس طبعا هو بيحصل دراسات وتحاليل للبيانات السابقه خلال ال 100 سنه. راس غارب ما كانش عليها كميات المطره اللي نزلت، ومعنى ان احنا بنعمل منشآت مش معنى كده ان احنا هنقلل من السيول، بالعكس احنا بنشوف السيول ديت خير لازم نستغله ولازم نستغل كل نقطه ميه. برضو الحاجه اللي احب انوه عنها، التغيرات المناخيه بتؤثر على العالم كله وبتؤثر على مصر، واحنا بنشوف يعني من شهرين كان في السودان في سيول في الخرطوم وبعض الاماكن في كل السودان، كان في السعوديه، كان في امريكا من شهرين او من فتره قريبه. السيول ديت نفس اللي حصل عندنا حصل في اماكن تانية. طبعا احنا انا مش بلتمس العذر، ولكن بقول ان احنا عندنا منشآت وعندنا اعمال. طبعا الاولويه للي هي الاماكن اللي هي فيها بيانات خلال ال 100 سنه بتقول ان هي اتاثرت بالسيول، فبنحط اولويات. طبعا طب احنا طب بص يا سياده الوزير، يعني مثلا يعني المنشآت اللي هي النهارده اكيد حضرتك عارف او تابعت، مش عارفه، مساله ان البرلمان في غضب ما بين عدد من الساده النواب عايزين اسئله وطلبات. انا كنت في المرابان وهم محقين في الغضب بتاعهم. هم محقين في الغضب. كان هدفنا، انا رحت انا والسيد وزير التنميه المحليه على اساس نعرض. هو طبعا كان الاتهام لينا ان احنا ما عندناش خطه وما عندناش رؤيه وما عندناش اداره ازمه. لا، الكلام ده كله معمول، بس طبعا الكميه بتاعت المطر، يعني لو ما كانش الكلام ده معمول كانت مدن كتيره اتاثرت. يعني هو التاثير ما هو الكبير برضه يا سياده الوزير. ايوه ما هو لما تسال حضرتك عن المسؤوليه او عملت اللي عليك ولا لا، هل ساعتها هتقول كله تمام لكن المسؤوليه يتحملها مثلا الساده المحافظين في المسؤولين عن المحافظات اللي اتضررت دي؟ بمعنى انا مش عايز ارمي المسؤوليه على حد، انما يعني الكل يتحمل المسؤوليه. يعني لما تكون حضرتك عندك خريطه باماكن ومناطق طبعًا بعينها طبعًا واحنا متحملين المسؤوليه للتضرر. الناس اللي قاعدين في المناطق دي على الاقل كان يتم اخلاقهم، انه والله خلال الساعات اللي جايه انا اشيل الناس من مخرات السيول او من مجرى السيول وانقلهم لمكان تاني بدل ما يغرقوا ببيوتهم. ده على سبيل المثال. هو يعني ده بالظبط، ده مثال كويس. احنا بالنسبه لنا احنا على الغرفه بتاعه الاداره بتاعه السيول
فيها طبعا ملحقة بمركز معلومات مجلس الوزراء. البيانات دي كلها كل الناس عرفتها. بالنسبة لنا في وزارة الري أنا بقول إن كل الناس يعني على مدار 24 ساعة شغالين، سواء في محطات رفع شغالة، في تطهير للترع، في تطهير للمصارف. وارد طبعا يحصل بعض الأخطاء، احنا بنتكلم على شبكة كبيرة حوالي 55 ألف كيلو، بنتكلم على انتشار وزارة الري في الصحراء الغربية، بنتكلم في انتشارها في جنوب وشمال سيناء، بنتكلم انتشارها في البحر الأحمر. عملنا مجهودات كبيره واتعملت مشروعات كتيره زي ما بقول لحضرتك 160 منشأة. هل مهما نعمل يا سياده الوزير البنيه الاساسيه متهالكه في مصر؟ يعني مع شويه مطره مع سيول بتحصل بشكل سنوي، بنرجع نتكلم في الازمه دي وفي وفيات واصابات. فهل لا هي دي ظاهره طب بقول لحضرتك دي ظاهره طبيعيه وارد تحصل في اي مكان. احنا المهم ان احنا يبقى في عندنا انذار بيها، زي ما حضرتك محقة في كلامك ان هو كان المفروض يبقى فيه بعض الاجراءات الاضافيه زي اخلاء الاماكن او تحذير المواطنين، وده يعني انا متفق مع حضرتك فيه. بالنسبه لنا احنا عملنا، انا يعني لما اقول انا راضي عن الاداء طبعا بدرجه كبيره في حدود الامكانيات والموارد المتاحه احنا بذلنا مجهود كبير. زي ما قلت ان البيانات على راس غارب كانت بتقول، كل البيانات بتقول في خلال 100 سنه ما حصلش احداث كبيره، فبالتالي ما كانتش واخده اولويه اولى. بالرغم من كده هي في خطه الطرح بتاعتنا، يعني في اليومين دولت احنا بنسند الاعمال بتاعه راس غارب والغردقه وبعض الاماكن الاخرى عشان نكمل الخطه بتاعتنا. الخطه مستمره لمده 3 سنوات. يعني معنى كده ان انا بقول، وانا دايما قلت في تصريحي كلها، ان احنا بنعمل منشآت، المنشآت ديت للحماية من السيول، ولكن لن تمنع تأثير السيول، هتقلل من الضرر ولكن لن تمنع الضرر كله، لان مكان سقوط المطر والسحابة احنا بنعمل منشآت عشان تحمي في مكان ممكن المكان دوت بيتغير على حسب مكان سقوط الأمطار، ولكن بالتأكيد هيبقى لها تأثير كبير قوي على الحماية وتقليل الخسائر. طيب كلمني يا سيادة الوزير عن التنسيق ما بين حضراتكم وبين القوات المسلحة. هو في الحقيقة زي ما قلت لحضرتك اتعمل سيناريوهات للأزمة، كل الجهات موجودة في الغرفة بتاعت إدارة السيول. الغرفة دي منشأة من أول أكتوبر، مش منشأة صدفة أو منشأة كرد فعل لحدث. التنسيق مع كل جهات الدولة، مع المحافظات، مع الوزارات المعنية، مع القوات المسلحة، مع الدفاع المدني، المعلومة بتوصل للجميع وبيحصل. بس هقول لحضرتك على حاجة، الانطباع اللي وصل ان التنسيق قبل الأزمة غير بعد الأزمة، ان القوات المسلحة تدخلت لدعم أجهزة الدولة، وجالنا كده انه دايما مع كل مشكلة ما تقدرش الحكومة تشتغل تدخل القوات المسلحة تبقى هي المنقذ. بس على فكره هي في اوقات الازمات الكبيره في كل العالم القوات المسلحه بتخش، لان هي بتبقى عندها طبعا في كل العالم بتخش القوات المسلحه بادواتها بحيث ان هي بتبقى في فرق انقاذ وفرق دعم لجهات الدوله المختلفه. وهو كل الاجهزه بتاعت الدوله، معدات الري مع معدات الطرق مع معدات المحافظه، ما كانتش كفايه، فبالتالي القوات المسلحة دخلت بمعدات إضافية وبثقل يعني بحيث ان احنا نرجع الوضع ونحسنه. القوات المسلحة تدخل وبتدخل في كل دول العالم في الأزمات والكوارث من النوعية دي، لكن بعد ما تكون الأجهزة الدولة قامت بالواجب اللي عليها، استنفذت كل الوسائل وكل الإمكانيات، فدخلت القوات المسلحة كمساند. لكن باعتراف حضرتك ان في حاجات كان المفروض تتعمل وما اتعملتش، في شغل كان المفروض يحصل وما حصلش للاسف، فازاي ده بقى بيتاخد بعين الاعتبار؟ ازاي الكلام ده يعني كان موجود النهارده في اجتماع حضرتك مع الرئيس؟ بعد يعني هقول لحضرتك يعني بعد كل يعني مثلا احنا الازمه اللي حصلت السنه اللي فاتت كان في تصرفات بتحصل في اللي كانت في الدلتا، ما احنا ما بنتعلمش يا سياده الوزير للنيل. لا مين اللي قال بس؟ وحضرتك بتتهمي من غير ما تسمعي. لا يعني بنتعلم، وحضرتك بتقولي السنه اللي فاتت، ما احنا كل سنه بيحصل ده، عشان كده بقول ان في دروس مستفاده اكيد نبني عليها.
طب سؤال سامع حضرتك. دروس مستفاده طبعا، في دروس مستفاده تمام، بس هي المنشات اللي اتعملت في كل مصر ديت ديت لو ما كانتش موجوده كانت الازمه زي اللي حصلت دلوقتي ولا كانت هتبقى اكبر؟ حضرتك بتقول كانت هتبقى اكبر والكارثه هتبقى اكبر بكتير. طيب ايه اللي موجود على اجنده الوزاره سياده الوزير؟ طب المشروعات او انتوا راصدين قد ايه؟ يعني الرئيس اتكلم على 50 مليون جنيه لتطوير البنيه الاساسيه، دلوقتي ايه ميزانيه الوزاره قبل التمويل ده؟ ميزانيه لا، التمويل دوت خطه الدوله ومستمر. التمويل دوت هيبقى في رينج من 2.2 مليار ل 2.5 مليار في خلال الثلاث سنين اللي جايه، ونامل باذن الله ان احنا نخلص. وعلى فكره ديت مش هتخلص كل اعمال الحمايه، ديت الاعمال اللي هي في المناطق اللي هي معمول لها تنميه، انما في بعض الدراسات الثانيه هنكمل فيها عشان نحمي كل مصر. عشان نحمي كل مصر احنا محتاجين مليارات، فاحنا في حاجات زي ما قلت بنحط اولويات، اولويات اللي هي المناطق اللي فيها كثافه سكانيه، اللي فيها منشات حيويه، اللي فيها اماكن خدمات، اللي فيها محطات كهرباء، دي بتبقى في الاولويات. طبعا الاولويه للاماكن المدن اللي هي فيها كثافه سكانيه. مفهوم. طيب سياده الوزير، ملايين الامطار المكعبه من المياه بعد موضوع السيول او الست الساعات حضرتك قلت عليهم، واحنا عندنا فقر مائي وحصتنا ما بتكفيناش، ازاي هتستفيدوا من هذه المياه؟ ايه خطتكم؟ بالظبط، احنا اول حاجه احنا قللنا التصرفات من السد العالي، وبالتالي فضينا اماكن في النيل. تمام. اللي هي الاحداث بتاعت النيل من اسوان اللي هي في المناطق بتاعت الصعيد، فالميه اللي نزلت في الصعيد نزلت عن طريق مخرات السيول، نزلت في النيل كلها. في الناحيه الثانيه الاماكن اللي احنا بنينا فيها سدود، السدود اتملت سواء في جنوب سيناء او في البحر الاحمر. واتمنى ان حضرتك تاخدوا وتبعتوا كاميرا تصوروا الناس، والناس اللي هي البدو اللي موجودين في الاماكن ديت مدى يعني تقديرهم للمجهود والسدود اللي اتعملت. يا ريت كاميرات تنزل وتشوف تاثير دوت على الناس ايه. فاحنا شغالين. ممكن الـ في بعض المايه دي بقى تروح في محطات شرب، في تروح لري الزراعات، بتروح يعني مثلا في سانت كاترين. انا شفت انا في سانت كاترين، سانت كاترين انا زرتها الشهر اللي فات، كان في جفاف او كميه مطره جفاف في جنوب سيناء السنه اللي فاتت. السدود اللي عملناها ديت انا زرت احد البدو، سد ساعته 500 متر مكعب بيكفيه هو واسرته، وبيزرع منه، بيزرع منه صوبه زراعيه، وبيستهلك بقى كم متر مكعب في اليوم هو واسرته والزراعه؟ 2 متر مكعب في اليوم. الناس دي بتعرف قيمه نقطه الميه، فبالنسبه لهم اللي اتعمل، اللي الدوله عملته، ال 140 سد اللي اتعملوا في جنوب سيناء دوت، بالنسبه لهم حاجه مقدره جدا، لان هي اولا حمت من الاخطار، من المخاطر بتاعه السيول، وحولتها لفايده للناس. الناس ابتدت تستفيد منها، وابتدت تستقر كمجتمعات في اماكنها، وبتزرع وعيشتها مستقره. نفس الكلام ده باذن الله التخطيط، ان احنا كل، انا بعتبر كل نقطه ميه على ارض مصر ده مورد، لان احنا عندنا ازمه ميه. تمام. عندنا استهلاكنا اكثر من المتاح، وبالتالي لازم بالنسبه لنا كل نقطه ميه دي مورد لازم نحافظ عليه. وده خطه الدوله اللي شغاله، مش هنسيب نقطه ميه. هي الموضوع موضوع توقيتات، موضوع خطط تتنفذ طالما توفر التمويل. التوعية بترشيد استخدام المية والحفاظ على نهر النيل، لكن في نفس ده طبعا دور المواطنين والإعلام لازم يشتغل على ده كويس قوي، لكن في المقابل التعدي على نهر بس النيل. بس انتوا ما بتساعدوناش عندكم في قناة الحياة. ليه يا فندم؟ ليه؟ لا لا، طيب ايه، خليه انا ما شفتش. طب يعني احنا بعتنا لكم الإعلانات. طب زمايلي بيقولوا خليك معانا، هيعرضوا حالا حاجة دلوقتي. طب يا رب فكر معايا وقول لي رأيك، نغسل كده أحسن ولا كده؟ ننظف العربية بالطريقة دي ولا ننظفها كده؟ نسقي الزرع بالخرطوم ولا نسقيه كده؟ نتوضى بالكمية دي ولا نتوضى كده؟ طيب تحلق دقنك بكل المية دي ولا كده؟ ضميرك هو الحكم، حافظ عليها تلاقيها. تمام كده؟ ونعلنه ونذيعه كتير بعد كده كمان ان شاء الله. اتمنى تذيعوهم بقى.
خلاص إن شاء الله. الشق الثاني من سؤالي بقى إنه يعني في دور بقى على الحكومة وعلى الوزارة عند حضرتك في إزالة التعديات على نهر النيل بالمخالفة للقانون وضرب القانون كده في الحيطة وما فيش أي مشكلة يعني، وتعديات زادت قوي خلال السنين اللي فاتت، عملتوا إيه في الملف ده يا سيادة الوزير؟ الملف ده وزي ما قلت القانون أعمى، ما بيشوفش مين اللي عمل التعدي، ما بيشوفش هو يعرف مين، إنما التعدي مهما كان ومهما كان اللي عامل التعدي احنا نفسنا طويل معاه، حتى لو 100 سنه هنفضل وراه لحد ما نشيله. وفي خلال الاسبوعين اللي فاتوا ازيل فندق كبير في المنيا كان بيقاوم الازاله بتاعته من سنه فاتت، الحمد لله ازيل، وبناء على الازاله ديت تطوع 4 من المخالفين في نفس المحافظه ان هم ازالوا بمعرفتهم. في الاقصر نفس العمليه، المواطنين هم اللي بيزيلوا بمعرفتهم. الوعي بتاع المواطنين لما بيبلغونا في اماكن في مخالفات بيحصل استجابه سريعه وبالتعاون مع المحافظين، يعني حصلت في محافظه الغربيه، حصلت في كذا محافظه، بيبلغونا المواطنين الشرفاء ان في تعدي او في تلويث للنهر، بنبتدي بنتحرك مع الاجهزه المعنيه عشان الازاله. زي ما بنقول في خلال مثلا 6 شهور اللي فاتوا اتعمل ازاله ل 4000 حاله، يعني 4000 حاله، يعني احنا دلوقتي وصلنا لحوالي 12000 حاله ازاله للمخالفات ومكملين فيها ومش هنقف. بس طبعا مهم زي ما حضرتك قلتي وعي الناس، لان احنا لوحدينا كوزاره موارد مائيه وري او كدوله مش هنقدر نعمل كل حاجه لوحدينا، ولكن كلنا لازم نشتغل مع بعض، اعلام، مجتمع مدني، وزارات مختلفه، الشعب، كل الناس لازم تشتغل مع بعض علشان البلد بتاعتنا لما تنصرح لينا كلنا. لو ما حافظناش على نقطه ميه احنا كلنا هنتضرر. طيب بمناسبة وجود حضرتك بقى في مركز الأزمات أو التنبؤات طبعا في موضوع السيول، قل لي حضرتك يعني هل في أي معلومة أو توقعات بسيول تانية خلال الفترة اللي جاية، وإحنا لسه حتى ما دخلناش يعني جغرافيا أو مناخيا فصل الشتاء زي ما قال لي امبارح دكتور أحمد عبد العال، فإيه الأخبار؟ لا، هو كانت المؤشرات الأولانية بتقول ان هو على الساحل الشمالي الغربي وعلى غرب الدلتا، في احتمالات لامطار على يوم الاربعاء والخميس اللي جايين، ولكن احنا بندقق البيانات كل يوم وبنحدثها بحيث ان احنا نطلع التنبؤ الدقيق ان شاء الله. ده مع هيئه الارصاد بقى يا دكتور قبلها بثلاث ايام عشان تكون المعلومه واحده او متفق عليها. هيئه الارصاد بتتنبأ، بتشوف حركه المطر وبتشوف بتتنبأ بالامطار. طبعا في تنسيق، يعني احنا في كذا مصدر للتنبؤ بالامطار. هيئه الارصاد الجويه طبعا هي الجهه الاساسيه في مصر اللي هي مسؤوله عن التنبؤ بالامطار، ولكن احنا هنا بنبص على السريان السطحي ازاي المطره دي تتحول لجريان لميه على الارض. فده الجزء اللي بتاع وزاره الري اللي احنا بنطلع بيه تحذير، بالرغم من كده ان احنا عندنا بعض الادوات اللي بتتنبأ بالامطار. ده في عندنا مصدر هيئه الارصاد الجويه، عندنا مركز التنبؤ في الوزاره، عندنا معهد الموارد المائيه في مركز بحوث المياه التابع للوزاره، بحيث ان لو اي مصدر من دولة حصل ان ما فيش امداد بالمعلومات المصدر الثاني على طول بيكمل. فكل المصادر بالنسبه لنا متاحه ومتاحه لكل الناس، لازم الناس كلها اساسيا. يعني انا اتمنى ان حضرتك في البرنامج بتاعك كل يوم من هنا لحد شهر مارس اللي جاي تعرضوا الحالة بتاعة المناخ في دقيقتين، تقولوا يا جماعة، لأن ده مهم. هو الموضوع موضوع إعلام، لو الإعلام احنا طلعنا التحذير، الإعلام بقى دوركم معانا ان احنا وندخلكم معانا على الغرفة بتاعة إدارة السيول ديت بحيث يبقى عندكم المعلومة نبعتها لكم تزيعوها للناس في دقيقتين في بداية الحلقة والحلقات بتاعة البرامج بتاعة الحوارية ديت، بحيث ان الناس كلها تبقى على علم. خلي بالكم ان ممكن يبقى في سيول في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه، لو سمحتوا خلوا بالكم. تيجي كاميرتنا كمان المركز ان شاء الله ونبقى على الهواء من هناك ونعمل تقرير يومي ان شاء الله ونحذر الساده المواطنين من اي يعني شيء دار ان شاء الله، يعني وده ما يحصلش باذن الله تعالى ونتمنى ده. قول لي يا سياده الوزير، كان سؤالي اللي بدأت بيه في لقاء حضرتك مع الرئيس النهاردة، وعدته بإيه وهو طلب منك إيه تحديدا؟ هو تحديدا إحنا في خطة، الخطة دي شغالين فيها، سيادة الرئيس كان بيتابع تنفيذ الخطة، بيشوف إحنا وصلنا لإيه، الأولويات بتاعتنا في الفترة القادمة إيه، لو في مشاكل تمويل قال مالكش دعوة بالتمويل أنا هجيب التمويل،
بحيث ان احنا نجري باقصى سرعه. راس غارب باذن الله على السنه الجايه هنكون مخلصين اعمال الحمايه ليها وبعض الاماكن في البحر الاحمر. احنا في سدود في مراحل الانتهاء منها، في سدود تحت الانشاء، في سدود هتنشا. دي اعمال حمايه وفي نفس الوقت تخزين للميه، بحيث ان باذن الله بنقلل زي ما قلت احنا ما بنمنعش المشكله ولكن بنقلل من التاثير قدر الامكان، وفي نفس الوقت بنحافظ على اكبر كميه ميه ممكن نخزنها لان احنا محتاجينها. دي حاجه مهمه وشغالين عليها، شغالين عليها. انا بقول السنه الجايه، السنه دي هتبقى احسن من السنه اللي فاتت. السنه الجايه بعد المشروعات اللي شغاله يعني في بعض المشروعات بتاخد سنتين زي محطات الرفع، السنه الجايه باذن الله هتبقى احسن من السنه دي. هل انا شغاله بخطه متوسطه او قصيره المدى ولا ببص ابعد من كده؟ بمعنى ان حضرتك ذكرت اكتر من مره موضوع التغيرات المناخيه والخوف على البلد، يعني اللي اتقال الدلتا هتغرق، اللي اتقال ان طبعا مناخ غير طبيعي، حضرتك اشرت ان مثلا في راس غارب او في منطقه بعينها ما كانش متوقع ابدا وبقى لها سنين ما شافتش المطر ده، وده حصل نتيجه للتغيرات المناخيه. فانا بصه لقد القدام. هو طبعا زي من الحاجات اللي انا عايز اقولها او اذكرها ان المركز ده برضو بيعمل دراسات في التغيرات المناخيه، سواء تاثيرها على حوض النيل وايراد الميه اللي جاي لنا او تاثيرها على الامطار. طبعا الامطار على مصر والحركه بتاعتها بنكمل في الدراسات بتاعتها. نعم. المعاهد البحثية المختلفة في الوزارة عاملين دراسات للحماية للشواطئ. احنا لسه من اقل من شهرين فاتوا احنا افتتحنا اعمال حماية في ابو قير في اسكندرية، حمت منشآت قيمتها لا تقل عن 50 مليار جنيه. المنشآت ديت بتشمل مصنع بتروكيماويات، بتشمل محطة كهرباء، بتشمل اماكن مهمة، بتشمل ممتلكات المواطنين، بتشمل ارواح المواطنين، بتشمل الاراضي. يعني انا ما محمي ارواح مواطنين في 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 اماكن ديت كانت بتتعرض لنوات وكانت متعرضه للغرق. المنشات دي اتنفذت خلاص، وفي تكمله للكلام دوت. ساحل رشيد هنبتدي نشتغل عليه، هنشتغل في كل انحاء مصر بحيث ان احنا طبعا انا يهمني ان انا احل المشكله النهارده قبل بكره. بس هي في خطه، الخطه ديت حسب اعتمادات ماليه، الاعتمادات الماليه بنشتغل عليها وبنحط اولويات انهي اكثر حاجه فيها خطوره وبنشتغل عليها وبعد كده بنخش على اللي بعديها. بس الخطه دي مستمره ويا ريت حضراتكم تتابعونا. انا حابب الاعلام يجي يراقبنا ويتابعنا ويبلغ المواطنين احنا بنعمل ايه وايه الاخطاء اللي عندنا. انا ما يضرنيش المهم من غير زعل بس يا دكتور في الاخر يقال ان في تقصير، بالعكس. نعم هم من غير زعل بس لا ما بنزعلش خالص. انا بقول لحضرتك ان احنا نعرض للمواطنين، والله انا في عندي اخطاء هعترف بيها. انا عندي الشجاعه على فكره ان انا لو اخطات اقول انا اخطات، عندي الشجاعه. النهارده لو انا حاسس ان في تقصير في وزاره الري انا عندي استعداد اقدم استقالتي النهارده. انما انا عارف المجهود 4000 مهندس وغير الفنيين غير العاملين في كل الوزاره سهرا ما بيناموش ما بيناموش. سيادة الوزير انا بس عايزه ارجع لجمله حضرتك ساعة. يعني لازم نتوقف قدامها. معلش قلت لي لو انا اخطات انا مستعد ان انا اقدم استقالتي النهارده، لو تم وده متوقع ان يتم يعني استجواب حضرتك او سؤالك يعني داخل مجلس النواب زي ما قلت من شويه في طلبات احاطه وفي اسئله وفي غضبه في المجلس، لو حصل ده وحملوك المسؤوليه وقتها تستقيل؟ طبعا استقيل. شكرا جزيلا دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري على وجود حضرتك معانا وعلى الشجاعه الادبيه كمان، يعني انه بتعرض بشكل مباشر احنا عملنا ايه، اشتغلنا ازاي في الموقف ده، استعدينا باي شكل، في تقصير في اخطاء، ولو الخطا وصل لحد انه يعني يكون خطا جسيم او تتحمله حضرتك بتقول استقيل على الفور. شكرا جزيلا يا سيادة الوزير، شكرا لحضرتك، ويعني نتمنى يكون ده برضو نفس النهج وكل الحكومة وكل مسؤولين الدولة يكونوا برضو على قدر المسؤولية ويبقى ماشي. أنا مش قادر أشيل الشيلة، ما بشتغلش كويس، خلاص
شكرا، يبقى حد تاني، لان بصراحه المواطن خلاص يعني في اللي مكفيه ووصل للاخر، فعايز اللي يشتغل يشتغل له فعلا بجد وبضمير وبقلب، ويكون همه على البلد دي وهمه على المواطن اللي خلاص فاض بيه بالبلد يعني. علشان كده انا كنت بسال الوزير عن المساله دي، لان زي ما بقول لحضراتكم الرئيس المجلس النهارده مجلس النواب بيحمل الحكومه المسؤوليه، يعني اول مره خلينا اقول كمان ان المجلس في موضوع القمح كان شويه كان في شغل ولجنه تقصي حقائق وما الى اخره، كان في مواضيع كده ما ينفعش بقى ان المجلس يوائم فيها او يعني يخلص الامور، لانه تم اتهام المجلس اكتر من مره انه المجلس مع الحكومه وما بيرفضلهاش طلب ومشي كل حاجه. لكن سمعنا وعدد كبير من السادة النواب اللي كانوا مشرفينا هنا في البرنامج قالوا اللي فات ده حاجة واللي جاي حاجة تانية. شهر العسل ما بيننا وبين الحكومة لو انتم مسميينه كده انتهى، هيبقى فيه تعامل مختلف ومحاسبة ومساءلة وتفعيل بقى للأدوات الرقابية اللي ما شفناهاش حتى هذه اللحظة. رئيس المجلس بيحمل الحكومة المسؤولية وبيقول ان الحكومة ما حذرتش المواطنين ان هم حتى يمشوا في الشوارع يعني في الأيام دي زي ما بيحصل في كتير من الدول، وإن دي أكبر خطيئة على حد تعبيره. وقال كمان وجه حديث الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية اللي حضر الجلسة، قال اللي استنتجته من الجلسة ومن كلام حضرتك يعني إنه مفيش تنسيق ما بين الوزارات المعنية وما بين هيئة الأرصاد الجوية، والواضح إنها الهيئة يعني بتخاطب وزارات تانية وحكومة تانية. فاصل، بعد الفاصل نرجع نتابع. تحت عنوان حماية القطاع العقاري، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مؤتمر التطوير العقاري الأول بحضور عدد من رؤساء شركات التطوير والاستثمار العقاري. هذا القطاع هو أكثر القطاعات، واحد من أكثر القطاعات القدرة على توظيف عمالة وخلق فرص عمل، وهو قطاع دائما يصنف من القطاعات كثيفة العمالة، وبالتالي هذا القطاع كأرقام، وأرجو حضراتكم عشان بس الناس مش واخدة بالها من هذا الموضوع، هذا القطاع استطاع في خلال هذه الفترة البسيطة اللي هي السنتين وشوية أن يوفر أكتر من 3 مليون فرصة عمل. ما عندناش خيار ولا بديل آخر غير لازم من النهاردة نرفق مئات الألاف من الأفدنة الجديدة عشان ولادنا وشبابنا الصغير لما يجي يطلع النهاردة وعايز يسكن، أنا مش عايزه يسكن في نفس القرية القديمة ولا عايزه يسكن في نفس المدينة القديمة اللي هي أوريدي مكدسة بالسكان وعندنا فيها مشاكل. مؤتمر أكد خلاله وزير الإسكان أن العاصمة الإدارية ستعمل على تخفيف العبء عن القاهرة، وستكون فرصة حقيقية للأجيال الحالية والمستقبلية للخروج إلى مدن عمرانية جديدة بمساحات متعددة وواسعة للوحدات السكنية، مشيرا بأن العاصمة الإدارية تقام على مساحة 175 ألف فدان، وأن البنية الأساسية بها تنفذ بطريقة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وأن شركات المقاولات المصرية هي التي تنفذ حاليا المرحلة الأولى من المشروع، وسوف يتم طرح 2500 فدان للمستثمرين والمطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام الجاري، كما أن 60% من مشروع الإسكان الاجتماعي المليون وحدة سكنية يتم تنفيذه من ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية. هيئة الرقابة المالية بتهتم بالنشاط العقاري وبالقطاع العقاري، لأنه التمويل كجزء مهم من النشاط ده. العقار عايز تمويل، عايز تمويل لأجال مش قصيرة، بمول مرافق، بمول عملاء بيشتروا، وبالتالي في أدوات مالية كتيرة الهيئة مسؤولة عنها، زي التمويل العقاري، زي التأجير التمويلي، زي أيضا إصدار سندات للشركات اللي بتعمل في المجال. فيما أكد السيد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر أنه تم إصدار ترخيص لأول صندوق استثمار عقاري في مصر، وأن الهيئة تسعى حاليا من خلال عقد لقاءات مختلفة مع المحافظين لاستغلال الأراضي والمواقع غير المستغلة والتي تقدر بالمليارات، بهدف تحقيق دخل إضافي لتلك الجهات والخزانة العامة للدولة، مع زيادة النشاط الاقتصادي وغيرها من الأهداف التنموية.
برحب بحضراتكم معانا مرة تانية. نرجع ونفضل شوية مع موضوع السيول وإيه اللي بيحصل من خلال الحكومة ومن الدولة المصرية بشكل عام لاحتواء أثار هذه الكارثة. دكتور أحمد الطيب فضيلة شيخ الأزهر النهاردة وجه بدعم جهود الدولة بشريا من خلال رجال الأزهر وشبابه وماليا من خلال بيت الزكاة والحسابات الخاصة علشان يتم احتواء أثار السيول بالصعيد. قرر تمكين المتضررين اللي فقدوا بيوتهم ان هم يستخدموا المعاهد والمقرات الأزهرية كمقرات إيواء مؤقتة حتى لو تعطلت الدراسة فيها أيام، لكن المهم طبعا التعامل مع الكارثة دي إنسانيا، وإن هيحصل تنسيق وتواصل مستمر ما بين المشيخة وما بين المحافظين لاحتواء الأزمة وتخفيف المعاناة. معانا على تليفون دكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر، برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طبعا قرار رائع من فضيلة شيخ الأزهر، تفاصيل أكتر عنه وآلية التنفيذ. هو طبعا هو ده دور الأزهر، هو يعني مؤسسة من مؤسسات الدولة، والدولة الآن معنية بشكل كبير بإزالة الآثار الكبيرة التي ترتبت على يعني هذه الظاهرة والطبيعية والبشرية التي وقعت في صعيد مصر في محافظتي البحر الأحمر وسوهاج خاصة. فضيلة الإمام الأكبر وجه بتقديم كل ما يمكن أن يقوم به الأزهر من خلال وعاظه ومعلميه وشبابه في المحافظات لرفع الآثار والإعاقات الموجودة ومساعدة الأجهزة التي تعمل على الأرض، سواء كانت من المحافظة أو القوات المسلحة وغيرها من الجهات التي صارعت إلى هناك. وجه وفود وقوافل من بيت الزكاة والصدقات المصري المملوك لكل المصريين، وكذلك من الحسابات الخاصة الموجودة في مشيخة الأزهر، هم هناك على الأرض. تم تخصيص مبلغ بعينه وميزانية معينة للموضوع؟ إلى الآن تم رصد 14 مليون، يعني تتقدم إعانات للمتضررين. في المتوفى سيصرف له 20,000 جنيه، والمنازل المتضررة يصرف لها 15,000 جنيه، والجرحى لكل جريح 10,000 جنيه. إلى الآن تم حصر أكثر من 1,000 حالة في محافظات البحر الأحمر وسوهاج، والفرق باقية هناك لمواصلة العمل يمكن يوم أو يومين لإكمال الرصد والصرف الفوري سيتم إن شاء الله، وهذا أقل ما يمكن أن يقدمه الأزهر. طيب غير الناحية المادية، سواء بنتكلم على فلوس أو مقرات وإيواء يعني للمضارين، الناحية النفسية فضلت الشيخ الأئمة والوعاظ والتواصل مع الناس طبعا هذا هو المقصود. يعني دعم الجهود بشريا، لدينا الوعاظ موجودين في كل المحافظات على الفور، توجهوا هم يعملون مع هذه القوافل التي ذهبت إلى هناك. القوافل فيها متخصصين ماليا يرصدون ويقفون على الأضرار، فيها الوعاظ يعني اللي يعني تقديم ما يمكن تقديمه من الرعاية النفسية ويعني الرضا بالقضاء والقدر، وأن هذه أمور واردة ولا دخل لأحد فيها، وعلى الناس أن يتغلبوا على الصعاب حتى لو كان هناك حالات وفاة أو إصابة، لأنه هذا وارد، وعلى الجميع أن يعني يتمسك بدينه وبإيمانه وللخروج من هذه الآثار السيئة، وأنه مع الصبر ومع الأمل وبرؤية أفراد القوات المسلحة والمدنيين من حولهم الجميع يعمل لرفع هذه الآثار. أعتقد أن هذا تعويض نفسي كبير يسهم بقدر أكبر من الإسهام المالي في يعني إزالة الأضرار، حين يرى المتضررون الجميع يلتف من حولهم والجميع يتعرض حتى للمخاطر من أجل حمايتهم ومن أجل يعني إنشاء ما يتسابوش في مصابهم لوحده. طبعا الجميع معهم على الأرض، المسؤولين هناك، الوعاظ هناك، السادة المحافظين والمسؤولين بمحافظتي البحر الأحمر وسوهاج، يعني نحن على تواصل دائم معهم، دائما هم في يعني موقع الحدث. تم التنفيذ بقى ولا لسه يا فندم؟ أي تنفيذ؟ أي مسألة الإيواء المعاهد؟ كل هذا يعني الذي أحدثك عنه هو يجري على الأرض الآن. هناك معاهد بالكامل أخليت وجعلت للإيواء وتوقفت الدراسة فيها. هناك
ما يعني المزيد منها مستعد للاستقبال. هناك وجبات تقدم عن طريق القوات المسلحة، هناك الحصر للأضرار، يعني العمل على كافة النواحي بتنسيق كامل بين هذه الجهات. وهذا يعني هو مصاب جلل، ولكن علينا أن نتضافر جميعا وأن تظهر أصالة المصريين ورجال الأعمال، ويعني جميعهم مطالبين بالوقوف إلى جوار إخوانهم، وكلنا يمكن أن يكون في مكانهم في أي وقت. شكرا جزيلا دكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر، بشكر حضرتك يا فندم. دكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي النهاردة قال إن الوزارة حريصة إنها تيسر على اللي بينتفعوا من الإصلاح الزراعي ويعالجوا مشاكلهم أو يتم علاج مشاكلهم المتراكمة من سنين طويلة ويشتغلوا على حلها. واتكلم بقى على إنه يعني هيكون في إجراءات وتقنين وضع اليد بالأراضي التابعة للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكمان الشباب والخريجين. ده حصل أثناء حفل توزيع العقود النهائية الخاصة بالمنتفعين. نتابع. زرعوا وحصدوا فيها سنينا لكنهم لم يتملكوها، والآن الحلم تحقق وتملكوا الأرض. منتفعو أراضي الإصلاح الزراعي وهيئة التعمير والتنمية الزراعية يتسلموا عقود تمليك الأراضي في حفل أقامته لهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. الخطط المستقبلية، أنا هقول لك مثال صحيح بعيد عن العود، أنا هتكلم على موضوع واحد اللي هو موضوع المشاريع النفع العام بما فيها من مدارس ومحطات وقود ووحدات صحية وخلافه مشروعات النفع العام. كانت العقود يمكن متأخرة من سنة 85، لم يتم إنجازها. أنجزنا الحمد لله 2181 عقد ابتدائي. انت بتروح طبعا لاي موظف او حاجه من دي بتوري له الورق بتاعك فبيقول لك انا جهز لي الورق. منتفع الاصلاح الزراعي كانت له معاناه من امرين، وهما عدم الحصول على عقود الملكيه اضافه الى فوائد ماليه على اصل الديون المستحقه، ما جعل بعضهم متعثر في السداد، لكنها عقبات تم تذليلها على المنتفعين. الارض دي انا واخدها من الهيئه ومن 2004، بس بداية العقد وبداية طلب العقد كان من 2013. هي كان الأول، بس الموظفين طلبوا مننا الأوراق المطلوبة وكل حاجة طالما عندنا رسمية مشت قانوني وما فيش أي مشكلة. والله هو بيخدم الجميع مش بيخدم واحد بس. الحمد لله يزرعهم، بيزرعهم الأرض، خدتها استلمت عقدها، ولادي بيزرعوا فيها الحمد لله، مشروع حلو يعني زراعة. ويجرى العمل حاليا على تعديل بعض المواد في قوانين الإصلاح الزراعي التي تعود إلى أكثر من 60 عاما مضت لتتماشى والمتغيرات الحالية، مثل حل مشكلة الورثة وصرف تعويضات للمتضررين. عقود التمليك منتفعي أراضي الإصلاح الزراعي وهيئة التعمير والتنمية الزراعية هدفها حصول الفلاح المصري على حقه من أجل اتساع الرقعة الزراعية بمحافظات الجمهورية. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم. ووزارة الطيران نظمت وقفة بالشموع قدام النصب التذكاري لإحياء الذكرى الأولى لضحايا الطائرة الروسية، وشارك في الوقفة وزير الطيران ووزير السياحة ووزير الآثار والسفير الروسي بالقاهرة وعدد من مراسلين وكالات الإعلام الأجنبية والروسية. تابعنا مع حضراتكم على مدار اليومين اللي فاتوا تطورات وردود الأفعال الغاضبة بكل تأكيد بعد تصريحات إياد مدني المسيئة للرئيس وللدولة المصرية. النهاردة النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بالمجلس وصف التصريحات دي إنها خرق جسيم لكل قواعد السياسة والدبلوماسية والأخلاق والقيم والدين، وإن التصرف الشاذ اللي قام بيه هذا الرجل اللي بيحتل منصبا مرموقا في منظمة التعاون الإسلامي أساء لمنظمته وللمنظمة اللي دعته لاجتماعاتها وللمملكة العربية السعودية اللي بيمثلها في المنظمة وشعبها قبل ما يسيء لمصر ورموزها. من ناحية تانية، منظمة الشعوب والبرلمانات العربية أدانت التصريحات الصادرة عن أمين عام منظمة التعاون الإسلامي واعتبرتها تدخل سافر وجسيم في الشؤون الداخلية المصرية ولقيادتها السياسية، وأن التصريحات دي لا تتسق مع مسؤوليات ومهام منصب الأمين العام وبتؤثر بشكل جوهري على نطاق عمله، مما يتطلب تقديمه الاستقالة فورا في محاولة لاحتواء الموقف. نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل.
حضراتكم معانا مرة تانية. قلت في بداية حلقتنا النهاردة أنه دايماً بنكون مستغرقين في شؤوننا الداخلية، همومنا ومشاكلنا، بطبيعة الحال ليها الأولوية، لكن الوضع في المنطقة بشكل عام والوضع في الدول العربية وعند أشقائنا يستدعي مننا أن احنا نبص على اللي بيحصل ونشوف هذه الأزمات، وإن شاء الله يا رب تكون في طريقها للحل واستقرار المنطقة بشكل عام، أمن قومي مصري وعربي بالتأكيد. امبارح كنا بنتكلم عن السودان، النهاردة عن لبنان الشقيق، البلد الجميل بأهله وبناسه وكل حاجة فيه الحياة رائعة، لكن لبنان بيعيش أزمة بقاله سنين، ومش هتكلم عن آخر سنتين ونص، لكن احنا عارفين الأوضاع في لبنان بشكل عام، وكلمة أو الوصول لحالة التوافق دي بتكون مهمة، يعني عسيرة المنال، لكن نتمنى إن شاء الله أن الأمور دي تتجه للأفضل. بقول الكلام ده ليه؟ لأنه إن شاء الله ساعات يعني وبإذن الله ربي يعني المسألة تنتهي، حالة الفراغ الرئاسي اللي بيعيش لبنان من أكتر من سنتين، وكل الأمل أن يكون في إعادة لبلورة الخريطة السياسية الانتخابية، لأن في جلسة مهمة المجلس النيابي، طبعا ما هيش الجلسة الأولى، يمكن أكتر من 20 أو 26 جلسة لمحاولة الوصول لاختيار رئيس للدولة. العماد ميشيل عون مرشح بقوة، دعم لسعد الحريري، في أيضا شبه تفاهمات أو توافقات علشان يتم اختيار فيها العماد ميشيل عون. هل هيكتمل النصاب؟ هل هينتهي الفراغ الرئاسي؟ السيناريوهات المتوقعة لجلسة بكرة؟ شكل الدولة هيكون عامل إزاي؟ ده اللي هنحاول نفهمه، ونشوف أبعاد الموقف في لبنان، إيه اللي بيحصل، لطبيعة التفاهمات اللي بتتم، شكل الدولة بعد كده هيكون عامل إزاي. معنا على الهواء مباشرة عبر تطبيق سكايب الأستاذة علا بطرس، مستشارة وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر اللي بيدعمه العماد ميشيل عون، اللي بنتمنى له كل التوفيق ويكون على ايده ان شاء الله استقرار لبنان. برحب بحضرتك معنا استاذه علا، واهلا وسهلا بيكي في الحياه اليوم يا فندم. شكرا جزيلا على المقدمه الجميله والعاطفه القويه بخصوص لبنان، والدعاء له بالخير والاستقرار ان شاء الله يا رب ان شاء الله. قرايتك بقى لجلسة بكرة، الشكل أو طبيعة السيناريوهات المتوقعة بكرة إن شاء الله، والتفاهمات اللي بتحصل. أولا الجلسة سبقها تفاهمات وطنية بدأت منذ زمن طويل مع حزب الله في العام 2006، وعندما ترشح العماد عون لمنصب رئاسة الجمهورية أعلن حزب الله ترشيحه، ولكن لم يكن هذا منجزا إلا بعدما تم تبني الترشيح من قبل قوى أخرى، لا سيما القوات اللبنانية، وبعدها كتلة المستقبل بزعامة الرئيس سعد الحريري. وقد تم التوافق على أهمية حكم الأقوياء في لبنان استنادا إلى الميثاق الوطني الذي يكرس حقية تمثيل القوى الأكثر شعبية في السلطة السياسية. وعلى هذا الأساس سنشهد بكرة غدا جلسة انتخاب لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون بأكثرية الثلثين من الدورة الأولى. طبعا هذه التفاهمات التي عددتها أربعة بالإضافة إلى اللقاء الديمقراطي بزعامة النائب وليد شنقراط وحزب البعث وحزب القومي ومستقلين أمثال الوزير الصفدي والنائب قاسم عبد العزيز والنائب الأولى فتوش. إذن أكثرية الثلثين ستكون مؤمنة للنائب دولة الرئيس العماد ميشيل عون ليكون الرئيس العتيد للجمهورية. الأسباب اللي دعت لدعم العماد ميشيل عون لتولي الرئاسة في لبنان، ما هي الأسباب؟ على مستوى التحالف مع القوات اللبنانية هناك ورقة مكتوبة، وهذا شيء جديد في لبنان، أن يكون نسج التفاهمات مكتوب وخطي على مجموعة مسلمات. في الشق الداخلي هناك تفاهم على أهمية بناء الدولة، ما يستلزم توافر وتضافر كل الجهود لبناء الدولة، خاصة كما كنت تعرفين أن اتفاق الطائف الذي أقر في العام 1990 لم يطبق،
على مستوى اللامركزية الإدارية المالية وعلى مستوى إنشاء مجلس الشيوخ وإقرار قانون الانتخابات على أساس وطني لا طائفي. إذن كنا نعيش في ظل دولة في لبنان المسيحيون وهم أركان بهذا النظام مهمشين، وآلية إدارة الحكم في لبنان لم تكن جيدة وسليمة، لذلك هناك فساد في الإدارات وليس هناك من تطوير لهذه الإدارات. لذلك سيكون هم رئيسنا المقبل بناء الدولة والإصلاح الكامل الإداري والمالي والسياسي، تطوير النظام ضمن التوافقات الوطنية. إذن سندخل ابتداء من نهار الثلاثاء في ورشة وطنية حقيقية للنهوض بالوطن على قاعدة الاستقرار والازدهار. طيب ازاي ده يتحقق على الارض في ضوء انطباع يعني بنقراه عند المواطن اللبناني العادي انه ما فيش فرق اذا كان في رئيس من عدمه، واعتاد على هذا الامر وعلى هذا الفراغ انه الرئيس بدون صلاحيات حقيقيه لاصلاح الدوله؟ في الموضوع شقين، في الشق الاول العماد ميشيل عون هو رئيس من رحم الإرادة الشعبية، هو يمثل 86% من المسيحيين من طائفته، بالإضافة إلى دوره الوطني وتجربته الزاخرة واحترامه لكل المكونات الأخرى، خاصة بعد هذه التفاهمات التي حصلت مع القوى الممثلة الحقيقية للطوائف الأخرى مع السنة ومع الشيعة ومع الدروز. هذا في شق على مستوى التفاهمات. بالنسبة للصلاحيات، طبعا اتفاق الطائف سحب الصلاحيات الوازنة من موقع رئاسة الجمهورية وسلمها إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعا. لذلك قلنا أننا أن الرئيس سيحكم انطلاقا من التفاهمات، وقالها الرئيس سعد الحريري عندما تبنى ترشيح العماد ميشيل عون أن همنا الأساس بناء الدولة والمحافظة على النظام، وأي تطوير للنظام سيخضع ضمن إطار الحوار الوطني. إذا نحن نقبل على مرحلة جديدة في لبنان قوامها الحوار والاحترام. على ذكر اتفاق الطائف سيدة علا، هل تتوقعون شكل مختلف للعلاقات الخارجية في لبنان مع المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، مع إيران أيضا؟ في الواقع ما تم الاتفاق عليه هو اعتماد سياسة خارجية مستقلة، وهذا هو المصطلح عمل بواحده معالي وزير الخارجية والمقتربين جبران باسيل عندما كان يدلي بمواقف النائب النافس. كانت هذه سياسة الحكومة اللبنانية وفق البيان الوزاري في المرحلة السابقة. وأريد أن أنوه أن رئيس سعد الحريري عندما تبنى ترشيح العماد عون أقر بأهمية تحييد لبنان عن الأزمة في سوريا، وسنتعاطى مع ما يقرره السوريون في المستقبل. على مستوى العلاقة مع المملكة العربية السعودية، هي علاقة مع دولة شقيقة وضمن احترام وسيادة البلدين والسياسة الخارجية المستقلة. أيوة أستاذة علا، إزاي تكون يعني العلاقة زي ما حضرتك بتوصفيها كده في ضوء انه والله هذه الدول بشكل او باخر هي متدخله في لبنان في الملفات الاقليميه، في ملفات المنطقه، في سوريا، حزب الله في لبنان، فازاي يكون في علاقه مستقله او سياسه مستقله مع هذه الدول؟ في الواقع الرئيس المقبل سيلعب دور التوازن بين المكونين الأساسيين تيار المستقبل وحزب الله لما يمثلان من انتدابات إقليمية مع المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران. إذن الدور هو دور دقيق ومتوازن، لكن لما يملك من استقلالية وحرص على البلد والأفريقاء الآخرين تفهموا لهذه الخصوصية وهذه الاستقلالية، لذلك سيكونوا حريصين على ذلك. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران، هي الدولتين صرحوا أكثر من مرة بأن ملف الانتخابات بلبنان هو ملف داخلي وهن ما يتدخلوا. لذلك نقول أن الانتخابات غدا هي صناعة لبنانية تمت بناء على التوافقات في الداخل. وعندما ذهب الرئيس سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية لاستنتاج رأيها في الترشيح،
قالت إنها مسؤوليتك ولن تتدخل. وقد أتى وزير إلى بيروت تامر السبهان وزار كل القيادات اللبنانية على قدم المستوى وهنأ اللبنانيين بهذا الخيار. إذا نحن سنعتمد سياسة خارجية مستقلة وعلى الآخرين أن يتفهموا أن لبنان ذات خصوصية معينة وهو استقراره هو من استقرار المنطقة. صحيح. طيب هل من فعاليات جلسة بكرة إن شاء الله أنه يتم الإعلان عن اختيار سعد الحريري رئيسا للوزراء؟ هو تم الاتفاق، ستنطلق آلية الانتخاب بشكل سريع. سيتم انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية بأكثرية صوتين من الدورة الأولى. بعدها سيطلق خطاب القسم ويتوجه إلى القصر. مبدئيا لا تهاني ونهار الأربعاء سيتم تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة، وهذا هو الاتفاق بين التيار الوطني الحر لزعامة الرئيس جبران باسيل وفخامة العماد ميشيل عون مع الرئيس سعد الحريري أن حكم الأقوياء هو بأن يأتي الأقوى ضمن طائفته إلى الحكم كي يكون الحكم مستقرا ومتوازنا. يعني أمنياتنا بالتوفيق إن شاء الله والاستقرار للبنان الشقيق، ونتابع مع حضرتك ونتابع بكرة أولا إيه اللي هيحصل يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة علا. شكرا لك. شكرا لك، ونتمنى لمصر الاستقرار والازدهار والسلام لوطننا العربي كله بإذن الله تعالى. شكرا لحضرتك. بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. فاصل، بعد الفاصل نرجع نتابع بقية أخبارنا. في إطار إحلال وتجديد قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق، شهد وزير النقل الدكتور جلال سعيد بدء تشغيل القطار رقم 20 بالخط الأول للمترو ضمن عدد من القطارات الجديدة لخدمة الخط الأول، بحضور قيادات الهيئة القومية للأنفاق والشركة الكورية المنفذة للمشروع بتكلفة وصلت إلى أكثر من 2 مليار جنيه. احنا أدخلنا 19 قطار من هذه المجموعة الخدمة بالفعل، والنهاردة بنحتفل بإدخال القطار رقم 20 الخدمة. الآن يعمل على الخط الأول أكثر من 75 قطار، بنتكلم على نحن نقدر نصل بزمن التقاطر في ساعات الذروة إلى حوالي 2 دقيقة. النهاردة القطار رقم 20 والأخير من ضمن منظومة تطوير وتحسين خدمة الخط الأول لجمهور ركاب القاهرة الكبرى. وزير النقل شهد أيضا بدء حفر محطة الألف مسكن ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث هارون النزهة، بعد وصول الحفار العملاق امحوتب لبدء أعمال الحفر بطول 5 كيلومترات نتاج تعاون مصري فرنسي. احنا دلوقتي موجودين هنا في محطة الألف مسكن، واحنا احتفلنا منذ قليل بوصول ماكينة الحفر امحوتب القادمة من اتجاه محطة هارون ثم هليوبلس إلى هنا في محطة الألف مسكن في المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو. يعد مترو الأنفاق أحد الوسائل الرئيسية لنقل الركاب والمواطنين، حيث يستخدمه أكثر من 1 مليون مواطن يوميا، وتعمل الحكومة على تحديث وتطوير أساطيل قطاراتها بأحدث الوسائل طبقا للمواصفات العالمية لتحسين مستوى الخدمة للجمهور. جهود حثيثة من الحكومة لتطوير شبكة مترو الأنفاق، خطوة وإن طال انتظارها جاءت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور ضمن مشروعات قومية عملاقة تهدف للحد من الزحام والكثافات المرورية ودفع عجلة الإنتاج. محمد رياض، الحاليوم. رحب بحضراتكم معنا مرة تانية. النهارده وزارة الصحة بتتكلم عن موضوع الكشف المبكر عن المرضى الجدد المصابين بفيروس سي، وبتأكد على ان اجراءات المسح الوقائي ماشية بشكل منتظم في كل المحافظات وفقا للقرار الخاص برئيس الوزراء وفي الفئات اللي حددها، وتمت مخاطبة كل مديريات الصحة بالمحافظات علشان يتم حصر الحالات اللي بتتردد سنويا على المستشفيات علشان يكون في خطط اجراء المسح في كل محافظة على حدة، وان اجراءات التحليل هتتم في كل المستشفيات، والمريض المغطى تأمينيا هيتم علاجته على نفقة التأمين الصحي، واللي خارج منظومة الرعاية الصحية هيتم علاجه على نفقة التأمين، والتحليل هيتم في المعامل المركزية المنتشرة بالمحافظات.
في كده برضو عندنا مجموعة من التقارير هنعرضها على حضراتكم. هنبتدي تقرير عن معرض تحت عنوان صنع في دمياط، معرض للأساس وللحرف الصغيرة، وافتتحوا طبعا المحافظ ده لدعم صغار صناع الأساس بدمياط وفتح مجالات جديدة لتسويق منتجاته. نتابع. في إطار المساعي المتواصلة لدعم صغار صناع الأثاث بدمياط وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم، افتتح اليوم محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه معرض صنع في دمياط الذي يضم تصميمات مختلفة من الأثاث، ويشارك فيه 114 عارضا على مرحلتين وعلى مدار 30 يوما. احنا عملنا قبل كده معرض في مدينة في محافظة سوهاج ومعرض في محافظة المنيا بالتعاون مع معالي وزير التجارة والصناعة ووزير التنمية المحلية والسادة المحافظين. هنستكمل المعارض دي في 6 محافظات أخرى في الصعيد، لكن النهاردة الحقيقة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي والأستاذ سوا سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي، احنا بنعمل المعرض ده بالمجان لصناع دمياط. والله يا مبادرة جميلة ان احنا بننشر شغلنا على مستوى الجمهورية. كان عندنا معرض قبل كده في محافظة المنيا وفي محافظة سوهاج، والحمد لله ربنا وفقنا فيهم، وبنحاول ان احنا نجتهد برضو ان احنا نجيب جميع المحافظات الوجه قبلي بالنسبة للصعيد ان هم بعيد عننا شوية عن محافظة دمياط، وبنعرض منتجنا بحيث ان احنا ممكن ننافس اي منتج خارجي الحمد لله. رواد المعرض والعارضون به أبدوا ترحيبا كبيرا بهذه المبادرة التي تهدف لتسويق منتجاتهم والأثاث المصري والمنافسة به في الأسواق العالمية. طبعا دفعة كويسة جدا ان احنا السوق يتفتح شوية بالنسبة للتسويق الخارجي والنشاط يشتغل شوية. احنا لازم نشجع منتج بلدنا ولازم ننهض بمصر وبمنتج بإنتاجات مصر. أنا شايفة كذا حاجة في المعرض. يأتي معرض صنع في دمياط بأرض المعارض بالقاهرة بعد أن سبق إقامة معارض أخرى في محافظتي المنيا وسوهاج وحققت مبيعات قدرت 15 مليون جنيه. ومن المتوقع أن يزداد رواج صناعة الأثاث في دمياط عقب الانتهاء من إنشاء مدينة الأثاث والتي تضم أكثر من 2000 ورشة وشركة في صناعة الأثاث. محاولات جادة لدعم صغار صناع الأثاث وتسويق منتجاتهم، خطوة تهدف للوصول بهذه الصناعة إلى العالمية والمنافسة بها، بما يدفع عجلة التنمية والاقتصاد إلى الأمام. محمد رياض، الحاليوم. وزير التعليم العالي دكتور أشرف الشيحي النهاردة أطلق إشارة البدء لتشغيل محطة وحدات حرارية في مجتمعات حوض البحر المتوسط. محطة طاقة شمسية حرارية هتكون تحديدا في منطقة سيكم في بلبيس محافظة الشرقية. محطة للطاقة الشمسية تهدف إلى تنفيذ وتطوير نماذج للتركيز الشمسي الصغير، تطبيقات لإنتاج الكهرباء والتدفئة والتبريد وتحلية المياه في مدينة بلبيس. واحدة من هذه المحطات افتتحها للعمل وزراء الانتاج الحربي والبحث العلمي بمنطقة الريفية لتحمل رسالة لبيئة نظيفة. مصر غنية جدا بإمكانياتها، عندنا إمكانيات تصنيعية مش بس في الانتاج الحربي، في الصناعة المصرية، في القطاع الخاص، في قطاع الأعمال، وعندنا كمان كنوز في الجامعات وفي أكاديمية البحث العلمي والمراكز البحثية المصرية في كل المجالات. لو تكاملنا مع بعض الصناعة مع البحث العلمي هنعمل شغل ممتاز جدا لبلدنا. احنا عندنا المقومات القوية والمصادر الريسورسز القوية عندنا في الطاقة الشمسية تخلينا لازم نستفيد بيها، ومستقبلا لما تبقى اقتصادية ممكن حتى نصدرها، لان مصادر الطاقة بتتغير. احنا مهتمين جدا ان احنا نكون اكتر من غيرنا موجودين جوه منظومة بحثية لتطوير إنتاج الطاقة من خلال الشمس. هي محطة ضمن 4 محطات يمولها الاتحاد الأوروبي بمصر وقبرص وإيطاليا والأردن، وهي نماذج لنحو 20,000 محطة أخرى لنشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية، وتمثل أيضا حقلا للباحثين والفنيين توفر لهم البحث والتدريب. احنا عايزين نعرف الناس أو العامة بأهمية الطاقة الشمسية في المحافظة على البيئة، إن هي المستقبل، إن سواء يعني
وافقنا ولا رفضنا هي اللي هتكون المستقبل في الطاقه الجديده المتجدده. فده جزء من مشروع، عشان كده الاتحاد الاوروبي بيموله. يعني المشروع يسهم في خلق فرص جديده في مجالات تعليميه وصناعيه وتجاريه، والمحطه تم بناؤها للعمل بقدره 100 كيلو وات في بلبيس، ويتم الاستفاده منها بشكل رئيسي في الجانب الزراعي والتنميه وغيرها. محمد مبروك، الحياه اليوم. تحت شعار لا للمخدرات، المجلس المصري للعمال والفلاحين نظم دورة لكرة القدم لسواقين الميكروباص في مركز باب الشعرية، تجربة مختلفة علشان يشجعوا السواقين على السلوكيات الإيجابية. لأول مرة في مصر دوري في كرة القدم لسائقي الميكروباص برعاية المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين والمرأة. الشعار لا للمخدرات، لا للألفاظ الخادشة للحياء العام، والهدف تعديل سلوكيات السائقين المرورية والأخلاقية. خطوة دي خطوة جديدة وفريدة من نوعها، أن هو يحاول يعمل دوري على مستوى سواقين الميكروباص، وده نوع إحنا مفتقدينه بقالنا فترة طويلة، أن يكون في ترابط ما بين الجهات المختلفة وما بين أفراد المجتمع. هيبقوا نواة لينا في الأرض وفي المواقف كلها، ويقولوا لزمايلهم بلاش نتلفظ، بلاش ان احنا نشرب مخدرات واحنا سايقين، بلاش نقف بلاش نمشي على عكس الاتجاه، بلاش نقف صف تاني. ومن هنا جت الفكره ان احنا عايزين المجموعه اللي سواقين الميكروباص بنوصل لهم رساله، بنقول لهم انتوا اخواتنا، احنا اخواتكم، اللي بيركب الميكروباص اخويا واخوك ووالدي ووالدك واختي واختك ومراتي ومراتك، فاحنا واحد. 12 فريقا من سائقي الميكروباص بمحافظه القاهره يتنافسون وهم حاملين شعار تعديل سلوكياتهم التي يراها كثيرون تمثل فوضى عارمه في الشارع المصري، ولا سيما بعد تخطي الامر حدود المخالفات المروريه ليشمل السلوك الاخلاقي للسائقين. اللي بيقول نفس الالفاظ ديت وارد ان هي بتتقال قدام امه واخته اسمها، طبعا المفروض ان هو ما يقولهاش. دي حاجات طبعا المفروض ان هي من ادابه واخلاقه، المفروض ان هو يبقى متعلمها وطالع بيها. يعني الناس فاكره ان سواق الميكروباص دوت، لا خالص، في معانا اسمه محترمين جدا، مهندسين ومدرسين، في سواقين محترمين، وفي ناس عايز تاكل عيش وفي ناس عايز تعيش، وان في شباب عنده امل. وتستمر منافسات دوره السائقين لكره القدم التي يستضيفها مركز شباب باب الشعريه لمده شهر، وهي بدايه لتفعيلها بمناطق اخرى بمحافظه القاهره وغيرها من المحافظات. رسائل عدة يحملها دوري كرة القدم لسائقي الميكروباص، أهمها إعلاء قيمهم الأخلاقية وحثهم على إيجابيات السلوك وليس سلبياته أثناء القيادة كالتدخين وشرب المخدرات وخدش الحياء. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم. مؤتمر بعنوان الطريق لإفريقيا نظمه الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، نشوفه مع حضراتكم. الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة نظمت مؤتمرا دوليا هو الأول من نوعه للاتحاد تحت عنوان الطريق إلى إفريقيا في مجال البناء والتشييد بقاعة المؤتمرات الدولية بالقاهرة. المؤتمر يتباحث في ما هي الوسائل والإمكانيات اللازمة لدفع التعاون بين مصر والدول الأفريقية في هذه النطاقات الثلاثة. الإشارة تجدر إلى أن الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة معتمد من وزارة الخارجية المصرية، ومشهر تحت رقم 109 لسنة 2015 من وزارة التضامن الاجتماعي، كما يهدف إلى تنمية المجتمعات العمرانية بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومقره الرئيسي بجمهورية مصر العربية. هو المفروض أن احنا بنتناقش مع بعضنا عشان نشوف فين النقط اللي احنا كنا مقصرين فيها، وفين النقط اللي ممكن نعملها او الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نقوي هذه العلاقه. يعني هي مساله تبادل افكار، انما ده لازم يتلوه اكشن، يتلوه عمل معين. دي بقى الخطوه الجايه اللي ان شاء الله. المؤتمر يهدف في الاساس الى تنظيم العلاقات الاقتصاديه وتناميها بين مصر وافريقيا والدول العربيه في كافة المجالات، وخاصة مجال البناء والتشييد عبر نهج عملي، وذلك من خلال عدة محاور أبرزها الاستثمار والتجارة البينية والخدمات والرؤى الأفريقية. عمرو عبد الحميد، الحياة اليوم.
طيب احنا كده وصلنا لنهاية متابعتنا النهاردة. صحيح النهاردة ما كانش في معانا ضيوف في البرنامج، لكن حاولنا انه يكون في إسراء للبرنامج اكتر من خلال المشاركات اللي على الهواء والمداخلات اللي تابعناها مع حضراتكم في امورنا الداخلية، شؤوننا الداخلية، وكمان في شؤون اشقائنا، ونظرة كده على الوضع في العالم العربي. اتمنى تكون حلقتنا عجبتكم، وشوفكم بكرة ان شاء الله، اشوفكم على كل خير بإذن الله تعالى.